مدرسه خير دون او كنت على حافظه استاذ هاوس كما قالت هرقيسا اهنا حافظه يرى مدرسه دون اي كما قيهين اقبكي وحلو برانيي اي وحفرين ادري بشده كلا دون اي كنول مقالة هرقيسا يولي بعالمك يولوك الصومالي دابا شيخ محمد شيخ عبد الرحمن كاريه يسيدو كلا شيخ عبد الله ابراهيم يوضا ياشا قدد مدرسة دا يا شيخ عبد الناصر محمد أحمد سيدوك عمر حسين وحانا يدامان تود ببرشادة وقباقين اللاقة سوقايب قاطو لسمها يوليبا أقابك كمقان مدرسة داني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دماول لها نمغلي دونا وحانو هرتها قني مدرسة خير دون تحفيظ القرآن كا يبرشة القرآن كا معد عنون تدين تلوور لكتانا ورعسيني هاي وحن دي شيء يا ولا ليال وحن هرا إذا كلا هذا اللي مدرسة دن أو دسمها يمكن هذا ركتان لين تصدون أنو تشرين لكن دلال كيني أتسوى أجيبتين قربها تكسوى أجيبتين دلك قدوس أتكسوى أجيبتين يضحكو درستين ما أنت مدرسة دارن إلا وضع طبقة أيتها جن. واحد حسين يأكله مدرسة دارن خير دون. وحكوتها على حافظة ليلة هذا استيد هوسكا. إنه نكره وحكوت شرتها ميلها وهو فقرسا دتك دنيرتها أيمان كم أنت يكون نوليهن. حافظة استيد هوسكا وحكون نول دنيرة. ولقو قياس كره إلا استيد كن. لكن guriyakuma noola fooqaykuma noola buulal bay ku nool yihiin wana hargeysa bartankeega xaafadaha reer ka xigaana waxa weeyaan waa bangalooyin iyo fooqaq weeyaan marka waxa leenahay inuu madrasadan aynu soo dhameystirno albaabadii iyo daaqadii ba haray alxamdulillaah waa lagu deeqo waa intaas way imanaysa maanta waxaan idinka hadlaynaa jazaakumullaah khayr qalabayntii madrasadan idinka hadlaynaa مركا ولح فصل وين مدرسته لح ذا فصل فصل كستا وح لوجب هي هي ثمان كرسي لكن كراسة نوع أيه وحوي وكرسي يميش سكيا لا ميت كي أنا وح كفر السنة صدح عرضي وح كفر السنة كرسي وال يميش سكيا لا صدح عرضي أي كفر السنة يا كلاس كنا وح قاضية وإن و وثمان كرسي وقاضية بريك داون بان كوسميني قيمها كراسة عسي ونسيج تجبيني مركها واحد نصو بحي قيمها وجوه ناكسن ورخيصن دتك معقول كي مقالة كراسة دوكسيد يسقولا دو سمايا واحد نو قيمة ين كرسي جيبا تضبعت دولار بين نو قيمين تضبعت دولار أي نو قيمين مركها واحد دون دتك ولا عليه نمق لايا أما قربها تشوجان أما دلك جوديس هتشوجان بيه إن أي أكل دريان سدي أي مدرسة أصو قلبين لهاين كرسي تدوات دولار هدي أتقاضته لبا كرسي هدي أتقاضته صدح كرسي هدي أتقاضته ثمان كرسي أو كلاس لنا هدي أتقاضته إن والدين تهدي أدلون يوتو وحويان ومدرسة قرآن كله كبران عيو أنتي نهارا وقايب شيء يا أنت كلام كقايب قريبة وحن الله ووقف إسلامية مركا إن أتساسي أذانك النولة إكتان وحن رعسان حفيز كيف الرعسان يسقون قلبين وباهن أسوب برتمة كسو قيب قاتا نبي صلى الله عليه وسلم يحييني خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحن يكون خير بدن قفكين القرآن كبرتا يسقون سيبرا وحن لاي هاي قفك كقيب قاتي الدعمية مدرسة قرآن كله برانا أيوه مدرسة قرآن كله حفظي أيوه وحن أجر وين بكله ولو احنا نيش هي عرور تريان دون تها ما ها عرور حتى يعني إن في دي مدرسة إسكبيشن كرايا ما هو حافظ يعني آدي آد صبول وه وضد دول كي يلا إياه كنول بركا إخواني وحنو بعد دي منك مانتا يعني ميل نوع عنو كلا أو أي كريستان وميل كردي سايا ما كان يستاي كردي سيسو ولو جبهين لها مثل كوكا إن مريكان ولا يرى بايب كيف على لودي يا عروري رولي مسلمينا والعياذ بالله إلى كم دقة وحويا مدير أو قامم بي كبحيا وحاصو كره مركا إن جا كم وضن هذين المسلمين هاي إن نقيق قاضنو عروت هذين يرتا إن ماذا يحفظ هذا مدرسة الدكتور وأدبان وقانا
نمن الدنيا كدنيا معها ونمن سود دالي يا كتشو دجا بحي مركا هذا الكي يس إنت هسون كسو كوبي أي إلهي هنا قا قبله إنت هذي نسوق عرسين يس إنت كود دا شيء هي إنت بدن المسلمين تا آه إن رجينا يي إنك سوق قانون دونان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله خير محمد لا خير سيم شو محمد ولا لا يا سيدا الشيخ ينو شيخ ما تحن تاغن هي مدرسه دخت خير دون مدرسه خير دون حان لنا ددك او باقينا ددكي هوراي و خو بخي وحن جزاكم الله خيرا كو دمبين او باقنا وحن لين هي وما تقدم الى انفسكم من خير تجدوه عند الله وحن لين هي ما انت قلبينتي بمريسه سيدا الشيخ محمد كل جبيي اي هورتو مريسه قفقي قاطه ميس يا كرسي كي قاطه لبا كي قاطه صدح وحين اوغنا هاي موقع عينو تاغنا هاي باهيدا كجرتا يا ديباتا جرتا يا ظروفتا اي كنولي هين وا ظروف اد صعبه وا ظروف اد قويان وا ظروف قف ولو اسلامي بكو اي هلكا اي كنولي هين دد كان دد مسؤوليه لهين دد كالكا كنول استيدا كنو قفه مسؤوليه ملها انتو دبدان حالات دغه بو جيران او اسدل ساريين انما ده هلكن كان سبيي مدرسه جزاهم الله خير ودادالين اد بو ودادالين الله خير سيه تعب اي قليين جهد جبار اي قليين وحان لين حيون سوغرو تاغينا وحان لين عمل ولا سبا قبتين عملك الله ددك هو وافجيد لا غرتان امين الله هو وافجيد ددك لا غرتان وحان لين هي عملك اي قبتين انماداسي انما مشاركه دونيه ما ادون كدونيه ما waxay hamigoodu yihiin bilaash ku dhigan lakse bilaash ku adag yahay waxaan leenahay la kafaalad qaato oo meesha maanta la soo qalabay qalabka lagu soo degdego waqti yar oo kooban dibad iyo gudubo qofkina maqlaaya ee noo dhagnu waxaan leenahay een ilaahay miisaanka xasanadka kugu daro waqfi wanaagsan weeyaan meel fiican weeyaan ilaahay waxa ka bariinada qadir raxmaan ah markaad aragto in aadan dib u joogsanid hor aad soo socoto waqfka wanaagsan hadda dib soo taagto muqaalkayga markaad aragto in soo joogsato oo lagaysato oo halka aan ku hadlayno in aad hadda wax ku darsato walaw kaana bi shaqo timra in yarna haato hala ba khayrin halaale wixii aad haday lahayd maayo aad ka qayb gasho madrasada oo waxaad ka qayb gashay mujtamaaca sideeda kun halka ku nool ayad wal qaybsatay oo hinta iyo dhibta haysata iyo durufta haysata iyo iyaga u baahan in quraanka in haday halka loogu baro xifta quraan iyo macad iyo dumarka oo halka wax loogu dhigo intaba in halka wax loogu dhigo waxaan leenahay marko koowaad labaad saddexaad waxaan idku celcelinaynaa baaqayaga aan idin baaqayno in leenahay ka soo qayb gala madrasada khayrdoon waxaan leenahay walaalayaal soodkaygaas kulay meel dheer ku dhaca sharad bilaa kariim waxaan leenahay inta halkan isugu tid maanta iyo inta ka soo ajiibi doontaa ilaahay si qaadir xamiisanka xasanadkaaydu ku daro socodka oo soo socoteen iyo qaybta ka qayb qaadatana waxaan leeyahay ilaahay si qaadir xamiisanka xasanadkaaydu ku daro wajidaakumullah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa subhaanahu wa ta'aala maas kale anuu mahadnaqayna اللهم دستا خير دو نو بلاوي نور اما استري ما نقد بدايه وحا كلو ما حنقينا ضمان ولا المسلمين تا مركز تو جوغان دو دي سي دي بدي سي جوغان با بلو غي مدرسه بن يغب غب يغب غب خاي قاطي حد مدرسه خير دو سي ارك الى نو مقطا وا غب غب انت البابدا يو داقدا هرين ان اني اوليا قاطي خير الله سيه لو ما كلا يريسن اوف كاستا او كاي قاطي لا صحافه دي وا كاي قاطي دعينا kulli waqtigii go'ti da sheeg doona dadka soo xir qaatay maanta aan qof soo fadhi ugu miibsan waxa weeyaan qalabaynta madrasada in la qalabeeyo waa madrasad ka kooban 6 fasal ka kooban ama 6 class ka kooban class kastaa waasta dhilaysa waa 10 kursi weeyaan hal kursi oo 3 arday ku fadhiisanayaan deemiisa waa 20 doorro si sheekhu sheegay marka qofkii hal kursi qaadanaya qofkii hal class dhamaystiray qaadanaya qofkii dhamaan ay ka fala qaaday oo qaadan karaya waxaan ku codsanaynaa bulshada muslimiinta nalka istay joogan in madrasada khayrboon qalabaynteeda dhamaystirkeega inay qayb qaataan barakallahu fiikum aad iyo aad baan raasaykum mahadnaqaynaa horna sawir qayb qaateen haddana la jeedin doonaa insha Allah baaqayagaas inay tii doonaan aqbali doonaan oo qalabaynteeda ka qayb qaadan doonaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi salatu wasalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam anigoo kamid ah odayaashii isteedka halkan xafadna isteed hooska gala
maalintii hore waxaan idin niri toos nilaa galgasho talo waayrhiya galgalashadii iyo hadalkii aanu idin la nimidnay meesha soo cidlaa wad naga soo caawiseen ilaahay idin ka jisaasiyay ninkasta intuu la baxay maanta nano dhameystina dhameystirkii baa naga maqan kuraasidii baa naga maqan marka waxaan idin ka codsanaynaa ummadda islaamka dadka muxsiniinta nin walba wuxuu la baxo maalin bii ilaahay la hortagay maalin loo baahan yahay jirta maalin dambaysa jirta marka intii badnayd waad noo qabateen meeshaas oo cidlaan oo nimidnay dhismaha intaa leegba taagteen labadaa dabaq waa lix waa saddex hoos iyo saddex sare lixdaa fasal waxaan doonaynaa kuraasidoodii inaad ma soo qalabaysaan maalintii horena cidinoomay maqnayna inadu idinkaan idin soo bandhigno nin walba intuu kareeyey waa keeno wataa dhisantay maantana waxaan idin soo bandhigna kuraasidii baa naga maqan iyo qalabayntii marka nin kasta waxaan ka codsanaynaa oo kari kara oo muslimiinta ah oon cid lahayn oon qolo lahayn inaad naga soo caawisaan kuraasidaa iyo miisaskaasi ardaydii baana sugaysaa dumarkii waaweynaayaan salaada saxayn baana sugaya dhallinyaro fara badan oo aan waqti waalidkoodna aanu tamar waayoon iskuul gelin oon malcaamad gelin oon qur-aan garanayn oon madrasad ayaan doonnaa inaan wax loogu bilaabo.